وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة. مرحبا بك معنا سعادة الدكتور في نشرة الثالثة، وبداية نبارك لكم الفوز بجائزة التميز في التواصل مع العملاء. وفي هذا السياق، يعني ما أهمية الفوز بهذه الجائزة بالنسبة لكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أخي الكريم على الاستضافة. طبعا الجائزة بالنسبة لنا هي تشريف وتشجيع في نفس الوقت من قبل سيدي سمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء، وكلامه كان وشد أزرنا للاستمرار في تقديم ما هو أفضل للمواطنين. المواطن بالنسبة لنا هو مثل ما تفضل في مولاي حضرة صاحب الجلالة، هو محور التنمية. نعم. وإحنا كلنا في خدمة المواطن، فالمحاولة لتقديم ما هو الأفضل هو بالنسبة لنا الهدف الأسمى. نعم. سعادة الدكتور، ما هي خططكم المستقبلية لتنفيذ رؤية الحكومة في هذا الإطار؟ طبعا الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين هي أعتقد الهدف من وراء برنامج تواصل. كنا في السابق عندنا خط ساخن في المجلس الأعلى للبيئة نستقبل فيه شكاوي المواطنين أو ملاحظاتهم أو مبادراتهم. اليوم توجهنا إلى برنامج تواصل، مثل ما تحولنا تماما تحول رقمي. اليوم مجلس الأعلى للبيئة ما عندنا أي خدمات تقدم إلا كل خدماتنا رقمية، جميع الطلبات اللي تقدم رقمية، فهذا نوع بالنسبة لنا نوع من التحول الرقمي كذلك، وخلق بين وبين المواطن تواصل مفتوح يطلع عليه كل المستويات في المجلس الأعلى للبيئة لتأكدون أن الردود تكون في وقت معين، ما نتأخر على المواطن في استجابة، الاستجابة شافية. فكل هذه أعتقد بتكون خططنا المستقبلية، أن احنا شلون نطور النظام بالتواصل بيننا وبين المواطنين. نعم، نبارك لكم هذا الفوز مرة أخرى سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينا المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة. شكرا جزيلا لك.